ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر. مرحبا بك معنا دكتور جمال. كيف تقرأ هذا الاقتحام من قبل آلاف المستوطنين لبلدة كفل حارس الفلسطينية؟ نعم، أكثر من ضعف سكان البلدة وصلت قطعان وصائب المستوطنين، وكان تعدادهم قرابة 8000 غير القوات المسلحة التي شكلت لهم درعا قاطيا وحاميا. هذه الثوائب من المستوطنين وهذا النظام الذي يحميها هو سبب الكوارث وسبب المآسي في الأمة العربية كلها. والله العظيم ما جرى في الشام وما يجري في العراق وما يجري في اليمن وليبيا ما هو إلا لأجل عيون هؤلاء الصهاينة، وما هو إلا امتداد للهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية. ونحن نرى أن هذا الاقتحام الدموي المأساوي لم يكن فقط لبلدة كفل حارس ولبعض المقامات التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي تيمنا بأسماء الأنبياء، يعني أنشأ مقام صالح عليه السلام، مقام موسى عليه السلام، ويوسف إدويكات أحد جنود صلاح الدين الأيوبي، اليوم اليهود بيعتبروه يوسف أخو بنيامين ابن رحيل، يعني وطبعا الكل يعرف أنه هذا مقام لصلاح الدين الأيوبي في نابلس. والآن يأتي الدور على كفل حارس اللي فيها مقام أيضا ليوشع بن نون، ولا علاقة لا ليوشع ولا ليوسف عليهم السلام بهذا الموضوع. هذه مجرد مقامات أنشأها صلاح الدين الأيوبي لتشكل حارسا على الأرض المقدسة الإسلامية من الصليبيين، ولم يكن يخطر ببال أحد أنه بدلا من الصليبيين يأتي من هو أشد فتكا من الصليبيين، أكثر الناس عداوة للأنبياء وللمرسلين ولعباد الله أجمعين. نعم. دكتور جمال، يعني ما أهداف المستوطنين من هذا الاقتحام؟ هل هناك يعني اي اصابات في صفوف الفلسطينيين؟ هل هناك مثلا يعني تجاوزات من قبل المستوطنين الصهاينه او من قبل قوات الاحتلال على الفلسطينيين هناك؟ نعم، كما جرت اصابات في المسجد الاقصى المبارك نتيجه نفس الاقتحامات بما يسمى عيد الفيصح الصهيوني، ونفس الشيء في مسجد ابراهيم بالخليل، ونفس الشيء في نابلس، عشرات الاصابات بجوار مسجد او مقام يوسف دويكات. بنفس الشيء ايضا في كفل حارس، ايضا هناك عدد من الاصابات لم يتم احصائها بشكل دقيق وستنجلي الصوره في غضون ساعات، لكن الاحتلال يعني يرمي من وراء هذه الاقتحامات الثوائب المستوطنين المنفلتين من كل انسانيه ومن كل دين، يرمي الى ترسيخ السياده الصهيونيه على الضفه الغربيه. هذه نتائج اوسلو اللعينه، وهذه نتائج الاتفاقات الذل والهوان مع الانظمه العربيه، وهذا الشيء الذي رايناه في الجولان السوري المحتل، اصبح الان وفق دونالد ترامب جزءا من الكيان الصهيوني. اذا نحن امام هيمنه لكن الى اجل مسمى، هذه الهيمنه التي لا حدود لها ترمي الى وضع اليد على 62.5% من مساحه الضفه الغربيه، يعني يا اخي عباس شو بقي؟ ما الذي تبقى لنا؟ ما الذي ندافع عنه الان؟ انتم في اوسلو يعني سجلتم أكبر هزيمة وأكبر نكبة في تاريخ الشعب الفلسطيني، أكبر من نكبة 48 ومن نكبة 67، جبتونا أوسلو، هاي النتيجة يا سادة يا محترمين بعد 27 عام. نعم. دكتور، ما التدابير المنتظرة لوقف مثل هذه الانتهاكات التي يعني باتت متكررة ومتزايدة في الفترة الأخيرة في ظل حديث عن قرب الإعلان عن صفقة القرن؟ نعم، هو هذا الذي ننتظره بشغف شديد، حيث سيعلن ذلك وفاة السلطة الفلسطينية مرة وإلى الأبد، وتنتهي هذه المهزلة والكذبة الكبرى. لا يوجد سلطة ولا يوجد صلاحيات ولا يوجد إمكانات إطلاقا أمام هذه السلطة، حتى ما عندهاش رواتب للعاملين، وبالتالي عندما تنتهي السلطة سيجلس الشعب الفلسطيني وجها لوجه مع الصهاينة، وسيذيق الصهاينة الأمرين. عودنا الشعب الفلسطيني العظيم على المقاومة بأعلى درجاتها وأروع أساليبها، سيعود العهد الانتفاضة المجيدة الأولى، سوف يرى العالم أجمع بأس الفلسطينيين بحق هؤلاء الصهاينة، سوف نرتاح من هذه السلطة ومخرجاتها سيئة الذكر. هذا شيء مؤسف جدا أن نقوله، لأنه بعد 27 عام مضت من عمر الشعب الفلسطيني هباء منثورا. أيتها السلطة، ما الذي أتيتم به؟ ما هي النتائج؟ رواتب ما عندكم، الصحة وضعها مأساوي، وبتفتشونا عن الطب في مصر والأردن، وأنتم ما عندكم شيء الآن، ما عندكم تقدموا للشعب الفلسطيني. إذا النتائج المتوقعة هي إفلاس السلطة الفلسطينية ودخول الشعب الفلسطيني في مقاومة واسعة النطاق مع الاحتلال السوري. نعم. الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر كان معنا من مدينة القدس الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.